نجدد تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم إلى فقرتنا الحوارية الثانية لليوم واللي خصصناها للحديث عن الأدب والشعر مع الشاعر نديم الوزه. نديم الوزه شاعر وناقد سوري صدر له 4 كتب نقدية: الشعرية العربية سنة 2001، الوعي وبناؤه في مسرحيات سعد الله والنوس في عام 2010، انتصار الجسد وهزيمته في روايات حنامينة سنة 2014، زلزلة الحداثة العربية في عام 2017، وصدر له العديد من المجموعات الشعرية نذكر منها: خارج الجحيم عام 1998، وجه لا يبقى كصورته عام 2000، حكاية صوفي سنة 2005، المدينة غريبة كأمي سنة 2010، والطوفان سنة 2017. لذلك اسمحوا لي مشاهدينا الأكارم أن أرحب بالشاعر نديم الوزي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. صباحك بكل الخير. صباح الخير يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك في مشوارنا الصباحي. رح نبلش معك ونبدأ معك من النهاية، من نهاية الإصدارات يلي صدرتها حضرتك ب 2017، كتاب شعري وأيضا آخر نقدي. نعم. ناخذ فكرة من حضرتك عن هالكتابين، بداية بنبلش بكتاب الطوفان. كتاب الطوفان ميزته إنه كتاب يعتمد على شعر التفعيلي. هذا أول كتاب يصدر لي يتضمن قصائد من شعر التفعيلي. كتب السابقة كلها كانت تعتمد تقنية قصيدة النثر. وهو طبعا يعني معظم القصائد كانت من مناخات السبعة أوام التي عشناها في سوريا. طيب تباعا لسؤال زينة، يعني بالفترات الأخيرة هل هناك منحة معين اعتمده الشاعر نديم، يعني توجه إلى منحة معين إن كان في الشعر أو في الكتابة؟ من الممكن أن يكون نتيجة ظروف راهنة، ظروف معاشة، محاكاة لأمر معين؟ هو معظم يعني القصائد التي أكتبها هي عبارة عن محاورة للحياة التي أعيشها، لكن فقط اختلفت التقنية. يعني كنت أكتب قصيدة نثر، الآن أكتب قصيدة تفعيلية. في النقد بدأت في تلمس قيم ما بعد الحداثة في الأدب السوري، فبدأت في الشعرية، ثم وجدت هناك قيم عند حنمينة وقيم عند سعد الله والنوس، فيعتبر كتابي هنا تتويج لما بدأت به. تقصد يعني بزلزلة ما في زلزلة الحداثة العربية، لأن الشاعر هذه يعني أتاح لي أن أكتشف قيم ما بعد الحداثة في أعماله الشعرية. أستاذ يعني أكيد في كان مواضيع عديدة بكتاب الشعر الطوفان، نأخذ من حضرتك فكرة عن هدول المواضيع وربما بنسمع من حضرتك أيضا بعض الأبيات. بالشعر يعني الشعر الحديث وما بعد الحديث لا يوجد شيء اسمه موضوع. يعني هناك إما أن تتعامل مع الواقع بشكل حسي أو تتعامل مع اللغة بشكل بلاغي أو متخيل. طبعا أنا أتعامل مع الواقع بشكل يعني حسي وبما يعني يمكن أن يفرضه الواقع علي من بلاغة. تمام، شو بدنا نسمع من حضرتك؟ والله حابب أقرأ قصيدة عن دمشق، باعتبار أنا من مواليد دمشق وعشت فيها طوال سنين حياتي، وأتيت إلى اللاذقية أواخر 2010 في لقاء سابق مع أوغاريت، قرأت قصائد عن اللاذقية. اليوم سأقرأ قصيدة عن دمشق. تفضل. دمشق، من للهوى سوى الهوى يرق، أنا الهوى حين الهوى دمشق، أحن من حنانها عليها، نهر دمي في قلبها يدق، من قاسيون نظرتي إليها كشاعر صلابة ورفق، والياسمين فائح بروحي من روحها على الصباح عرق،
حضارة النبيذ في عروقي، من فمها اللذيذ راق عشق، صليبها معانق هلالي، عناقنا حداثة وعتق. قد عشتها حقيقة وصدقا، شعري بها حقيقة وصدق. في غوطة خضراء قد ولدت، من بيتها التراب شع شرق. أنا حبيبها جرحت، كعاشق فؤاده يشق. عانيت ما عانيت أو بكيت، وقلت فيها ما يقول حق. أرعدتها بثورتي وفكري، قصائدي في المظلمات برق. حتى استطابت ثم طاب جرحي، ولمنا تلامس وخفق. شكت لقلبي ما شكوت منها، وعاد مجرى حبنا يرق. ماذا أقول الآن؟ هل أقول حلمي بنجمي أنت يا دمشق؟ حلمي بنجمي لم يكن يضيء، لولا السماء حلمها دمشق. هذه دمشق حرة تجود، على الوجود حبها وتزكو. يطير من رمادها حمام، مهما ابتلانا نازف وحرق. يسلم هتم، يسلم هتم، شكرا. هلا بالتأكيد رح يكون لنا عودة إلى كتاب الطوفان وقراءات شعرية، لكن دعنا نعود قليلا إلى يعني موضوع النقد تحديدا، زلزلة الحداثة العربية. بس أريد أن أقول ملاحظة عن هذه القصيدة، هي من القصائد القليلة جدا التي كتبتها على وزن بحري تقليدي يعني، لكن حتى هذا البحر فيه تجديد، يعني ربما الخبراء في البحور الشعرية يتحسسون ذلك، يكتشفون ذلك. صحيح. نعم. لنعود إلى موضوع النقد وزلزلة الحداثة العربية، على ماذا يحتوي هذا الكتاب وما هو الجديد فيه؟ كل ما كتبته عن ما بعد الحداثة يعني يعتبر جديدا، باعتبار أن نقد ما بعد الحداثة يعني لم يتداول في اللغة العربية بشكل جيد. في مثلا في كتابي السابقين تلمس بعض قيم ما بعد الحداثة، إرهاصات في قيم ما بعد الحداثة، لكن في هذا الكتاب هناك تجربة كاملة ما بعد حداثية، لأنها يعني تقوم على نقد الحداثة أصلا. وبالتالي أنا اكتشف يعني لم أكن أستطيع أن أفهم هذا الشاعر لولا قيم ما بعد الحداثة، يعني تعرفت عن ما بعد الحداثة عربيا من خلال هادي دانيال، وبالتالي استطعت أن أشرح هذه القيم المبادئ الحداثية من خلال هذه دانيال. طيب حضرتك اعتمدت كتير يمكن على تجربة حنا مينا وسعد الله والنوس، شو في هون اليوم تقاطع بين هدون الهرمين الكبار؟ قيم ما بعد الحداثة، يعني أنا ما همني في تجربتيهما أنهما قدما لي نماذج معينة من قيم ما بعد الحداثة. مثلا حنا مينا، لا تستطيعين أن توصفيه في مدرسة، هي ما هي ما بعد الحداثة؟ هي التشكيك في الحكايات الكبرى، يعني في المدارس الأدبية، يعني مثلا الواقعية، الرومانسية، السوريالية إلى آخره، هذه مدارس كبرى وكلية، يعني تنظر إلى العالم بشكل إطار محدود في السوريالية أو في الواقعية. حنا مينا مثلا تحتارين هل هو رومانسي، هل هو واقعي، هل هو اشتراكي، هل هو ليبرالي، لا تستطيعين أن تحددين المدرسة تحديد ذلك. فإذا هو ينتبه إلى قيم أخرى، هذه القيم هي قيم ما بعد الحداثة. أكثر شيء لدى حنا مينا في ما بعد الحداثة هو الذاتية، يعني ذاتية البطل، أنه يتصرف من بعده الذاتي. سعد الله والنوس، سعد الله والنوس اعتمد على الحوار، اعتمد على مسرح بريخت، ويعتبر بريخت من أهم رموز ما بعد الحداثة في الغرب، اعتمد على الحوار مع نظرية بريخت، وحاول أن ينشئ حوارا ما بين الصالي والخشبي، فهذه من أبرز يعني من أبرز قيم ما بعد الحداثة. إذن الذي يجمع بين كل من أكتب عنهم هو قيم ما بعد الحداثة.
نعم. بالنسبة لمسرحيات صعد الله والنوس، يعني هناك طبعا كثر من المخرجين المسرحيين الذين قاموا بتأدية أفهم. بإخراج مسرحيات للكاتب سعد الله والنوس، من وجهة نظرك يعني أي مسرحيات سعد الله والنوس تجدها أكثر نضجا وأقرب إلى القارئ والمشاهد؟ يعني أنا لدي نقص في، أولا ليس لدي فقط، يعني هناك نقص كبير في عرض مسرح سعد الله والنوس، ولدي نقص في مشاهدة بعض هذه العروض. أنا اعتمدت في كتابتي عن سعد الله والنوس على النص المكتوب، ولاحظت أن سعد الله والنوس يعني معظم مسرحياته هي أدبية، يعني يمكن قراءتها بشكل أدبي كما تقرأ الرواية. هناك ربما مسرحية حفل السمر من أجل خمس حزيران هي تعتمد على العرض أكثر من الأدب، فلذلك لا أستطيع أن أعطي رأيا يعني في هذا الأمر، لأنه العرض غير متوفر أصلا يعني. بالنسبة لروايات حنا مينا، تعتبر أيضا هي ربما في روايات تعتبر أعمق وفيها متعة أكثر بالنسبة لبعض روايات أخرى، ولماذا يعني اليوم كمان اعتمدت على روايات حنا مينا؟ يعني كل يعني الأدب كل مراحل، يعني كل مرحلة لها رؤاها خصوصية طبعا وخصوصيتها. لا أستطيع أن أقول هناك يعني رواية أفضل من رواية، لكن الروايات التي لفتت انتباهي الياطر، كتبت يعني أعتبرها ربما من أكثر روايات حنا مينا يعني مقدرة على إثارة القارئ فكريا وإضافة إلى المتعة يعني، ونهاية رجل شجاع وحمامة زرقاء، يعني هذه من أجمل الروايات التي قرأتها لحنا مينا. في حال يعني قارنا بين النقد والشعر، أيهما أحب إليك؟ الشعر طبعا. ليش؟ يعني أنا أصلا يعني أصبحت ناقدا من محبتي للشعر. لا، الشعر أكثر متعة وأريح في الكتابة، يعني الشعر ليس يعني لا يعتمد على الموهبة، لكن يعني مثلا أنت عندما الشعر لا يعتمد على الموهبة؟ لا يعتمد فقط على الموهبة فقط. يعني أنا قرأت مثلا مدة طويلة حتى بدأت أستمتع فيما أكتب، يعني كنت أتعذب في البداية حتى أقنع نفسي فيما أكتب، لكن عندما أصبحت اكتملت يعني نضجت الموهبة من خلال القراءة، صارت كتابة الشعر أسهل، يعني القصيدة تكتب بشكل أسهل، والقصيدة هي فعل جمالي مباشر، بينما النقد هو يعني صح النقد جميل وعندما أنتهي من الكتابة أستمتع فيما أكتب، لكن النقد يبقى وسيطا، بينما الشعر هو فعل جمالي مباشر، بينما النقد وسيط يعني بين أو قراءة يعني. طيب حضرتك كشاعر تتقبل النقد من غير؟ طبعا لا مشكلة؟ طبعا لا مشكلة يعني. من أي يعني من أي شخص أتاك النقد؟ طبعا يعني لا. هناك من أهل الفن وهناك من يتابع فقط، لا ليس لديك لدي مشكلة في لا النقد؟ هو يعني في بداية عندما أصدرت مجموعتي الأولى يعني هناك من تعرض، يعني كونها كانت كنت كتبت شعر ينقد الشعر فكان شيء طريف، فتعرضت لهجوم من أحد الصحفيين على المجموعة، مع ذلك يعني ضحكت، يعني هو لم يفهم ما أريد. أنك تكتب شعر عن الشعر صار ظاهرة حاليا، يعني هناك من قلدها في سوريا، والآن قبل فترة قرأت خبر عن شاعر مغربي الآن ينقد الشعر من خلال الشعر. غير ذلك يعني كتبت في جريدة الزمان ناقدة سورية عن المجموعة أن هناك شاعر سوري يكتب شعر ينقد الشعر. بعد فترة قرأت قصيدة بالحياة نفس العنوان تبع المقال لأدونيس أنه شعر قصيدة تنتقد الشعر. فما يعني عندما تكتب شيء جديد من الصعب أن يتقبله الناس بسهولة، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى فقط لفهم التجربة يعني. تمام. اليوم قديه بتعتمد أستاذ نديم على شبكة التواصل الاجتماعي خلينا نقول بتوصيل الفكرة أو بتوصيل هذا الشعر وهذا النقد لأكبر فئة ممكنة من الناس؟ طبعا بشكل كبير، يعني أنه
اليوم عم نختصر الوقت، عم نختصر لا ليس الزمن. بسبب ذلك، يعني أول بسبب ذلك لأنه في سوريا لا يوجد لدينا منابر، يعني لا يوجد لدينا منابر لكي نقرأ الشعر، لكي يشاهدنا يستمع إلينا الناس، فأنت مضطرة أن يعني تجلسي على الفيسبوك وتعرضي بعض الأشياء. لكن أنا يعني أعرض الأشياء غالبا المنشورة، يعني إما سابقا طبعا. أو حاليا، إضافة إلى أنني لا أخذ المسألة على محمل يعني جد كثيرا، باعتبار أن يعني ما أكتبه سيبقى تراثا، يعني الورقي هو من هو الأهم، هو الذي يؤرشف هذا التراث للأجيال القادمة أو ليأخذ فرصته في يوم من الأيام. خصوصا أنه يعني تنشر على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي ما تم نشره سابقا لحضرتك على كتب من أجل حقوق الملكية أيضا، يعني لا توجد حقوق ملكية في النشر على الإنترنت، يعني مصدر غير موثوق للمعلومة. تمام، هناك يعني هناك حقوق ملكية أدبية، يعني أنا مثلا معروف في الوسط الأدبي العربي، ليس من السهولة أن يسرق يعني عملي في أي مكان آخر. إضافة أنا أتكلم عن شيء جديد. لا هنا يعني ليس شيء منشور سابق، يعني شيء جديد، أن يعني تكتب فقط شعرا لا يتم نشره على صفحتك، يتم يعني قد تتم عملية السرقة، صحيح؟ ممكن إن شاء الله لا ما تصير. يعني ممكن بس يعني قليلة ضعيفة، يعني الشعر غير مغري بالسرقة. يعني غير مغري، من سيسرق شعرا؟ خليني هيك ارجع شوي بس احكي عن موضوع المنابر. حضرتك ذكرت انه لا يوجد منابر، هل هو من الممكن انه هناك يعني كرنفالات او احتفالات صغيره نسبيا تحدث بين فتره واخرى في كل محافظه، الشاعر نديم يشارك فيها؟ والله لا اسمع بها، يعني هي القصه يعني كيف يعني كأنها بيتية. لا تسمع بها؟ لا أدعى إليها ولا أسمع بها، يعني هي القصة على ما يبدو بيتية أو شلة أو هيك شيء، بيعملوا حفلة ويدعون أصدقائهم وأقاربهم وانتهى الموضوع. يعني لا يتم دعوة كامل الشعراء؟ لا، لم يحصل أن دعاني أحد إلى يمسي. طيب نسمع من حضرتك أيضا بعض أبيات الشعر أستاذ نديم، شو بدك تسمعنا؟ هلا سمعنا عن دمشق، هلا عن شو بدنا؟ بدك عن حلا او عن تدمر؟ بدك يعني بس لدور، يعني هي بتكون قصائد كلاسيكيه. راح اقرا في الاندلس. تفضل. لا اريد الذهاب الى الاندلس، لا اريد اكتشاف القصور ونبش القبور لاعرف اهلي الغزاة لماذا ارادوا الاقامه اكثر في الاندلس. لا أريد الغناء هناك، فصوتي جميل ويشبه لوركا إذا ما تغنى بلون الشجر. لا أريد الكمنجات تعلو وتصخب تذبح قلبي حنينا لأركب في عربات الغجر. لا أريد خداع النساء لسرج حصاني ليمكن قتلي وحيدا أنا والقمر. الطريق طويل ومر عليه غزاة جدد ونهر الفرات تضاءل صوت العروبة فيه وماتت قريش ونجم الإله بعد. وأنا في الطريق على ساحل المتوسط في اللاذقية أبيض حلمي كوجه دمشق أخضر مثل خطايا إليها أغني لها ما بها كان في الأندلس. لا أريد الذهاب إلى الأندلس، لا أريد الرحيل من الأندلس. جميل جدا. هلا يعني أستاذ نديم، يعني هل هناك موضوع محدد يستهويك في كتاباتك الشعرية؟ يعني قد تكون شاعر تكتب لكل المواضيع الحياتية المعاشة، لكن هل هناك موضوع تشعر أنه يستهوي داخل وكلمات نديم الوزة للكتابة؟ يعني أكيد، وموضوعك يعني وموضوعك وموضوع جميع الناس يعني هو موضوع الحب. لكن الكتابة في الحب كتابة صعبة، وأنا لا أتخيل يعني في الحب، يعني ينبغي أن يكون هناك علاقة وشيء واقعي، واقعية أرتكز عليه للكتابة. أيضا الطبيعة، الطبيعة شيء جميل. تستهويك الكتابة؟ طبعا، الطبيعة يعني هي يعني الحياة ترتكز على وجودنا الجغرافي وعلاقاتنا مع بعض.
طب كونك ذكرت موضوع الحب، شو رأيك نسمع شيء عن الحب إن كان موجود في والله هنا يعني قصائد فقط قصائد يعني في نوع من الإباحية، لا أعرف إذا كان لا لكن نحكي نسمع شيء تاني يعني ما بعرف إذا الحب الزائد. من هنا أكثر الشعراء يمكن بتقرأ أستاذ نديم يعني بتتأثر فيهم؟ ما بتأثر أنا بالشعراء، أنا حكيت فيك في لقاء سابق أني تعلمت من الشعراء الكبار جميعهم، ولكن لأجترح يعني صوتي أو لأكتشف نفسي هلا إذا فينا ممكن نسمع شيء عن الطبيعة. طيب أوكي، خلينا يعني تكون الطبيعة قليلا أو أي شيء بدك إياه بعيد عن عصافير. عن الحب أو عصافير حبيبي. على الرغم من عالم طائش بضجيج السلاح، عصافير بيضاء سوداء جاءت، ومن أين جاءت؟ لتعزف أغنية الفجر فرحانة بالصباح. أتبقى العصافير مهما تموت تغني للأم الجراح؟ أحمقاء هذه العصافير أم أحمق مع رحيل الظلام صدى ناشز في النواح؟ أنا والعصافير نبقى نغني ليضحك صوت النباح. جميل جدا. هلا بما تبقى لدينا من وقت أستاذ نديم، يعني نتحدث في القادم، في قادم الأيام، يعني بعد هذا الكم الكبير من الكتابات النقدية والشعرية، هل سوف تستمر في المسارين أم سوف تتخذ جانبا على حساب جانب آخر؟ طبعا سوف أستمر في الجانبين. الآن أحضر لكتاب، لعدة كتب، كتابين عن الرواية، لا أعرف متى سأنجزهما، لكن على الأغلب سأنجز كتابا عن الفن التشكيلي هذا العام. طبعا كل شعر يومي، يعني كل ما سنح لي الوقت سوف أنشر كتابا شعريا. الفن التشكيلي كنقد؟ كنقد طبعا. أنا لدي تجربة في النقد التشكيلي منذ بداية هذا القرن، وطبعا يعني تعاد أقترب وأبتعد حسب أهمية الرسامين الذين أراهم، لكن تجمع لدي عدد لا بأس به من المقالات. وأيضا كان لك تجربة أستاذ نديم بالفن التشكيلي؟ لا تجربة جادة لا. مرة قصصت قصائدي ووضعتها على شكل كولاج ولونتها على شكل كولاج ونشرتها، كان لدي موقع اسمه جاريت أيضا، نشرتها على الموقع، فاتصل بفايز مقدسي من مونتي كارلو وأراد يعني أن يجري حوارا حولها، فرفضت لأنني لست رساما يعني. طيب هلا يعني هلا هو سؤال انه حضرتك لك باع بالفن التشكيلي، يعني حضرتك بدك تنقد الفن التشكيلي، بدك تنقده من خلال ماذا؟ يعني انا ليس لي باع بالرسم، لي باع بالنقد ايضا من خلال رؤيه ما بعد حداثي. يعني انا اعتبر نفسي ناقد ما بعد حداثي، يعني حتى الفن التشكيلي انظر اليه من رؤى ما بعد حداثي. طيب يعني هل من الممكن أن نجد كتب للشاعر نديم الوزي ينقد من الممكن المسرح أو السينما أو التلفزيون؟ المسرح كتبت عن سعد الله ونوس. كسينما؟ ما يعني السينما غير يعني غير مطروحة بشكل جاد عربيا حتى الآن. وطبعا نحن لنا عمر محدود يعني طول العمر يا رب. أكيد بدنا نتمنى لك التوفيق، وشكرا كثير لوجودك معنا اليوم. يسعد صباحك الشاعر والناقد نديم الوزي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا لك. شكرا جزيلا على أمر لقائك في قادم الأيام مع كتابات شعرية جديدة ونقدية. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. طبعا مشاهدينا الأكارم.